اليوم على النت: المدونون يتابعون تحركات قوات التحالف الدولي في ليبيا، الشبكة تتحرك من أجل مدون مصري أوقف في سوريا، وخارطة تفاعلية تسمح بمتابعة مباشرة للمظاهرات عبر العالم. قوات التحالف الدولي بدأت بالتحرك منذ نحو أسبوع في ليبيا، ومن حينها المواقع الرسمية لهذه القوات تراهن على الشفافية وتشرح بالتفصيل مراحل العملية العسكرية في هذا البلد، إلا أن هذا لا يقنع على ما يبدو بعض رواد النت، وهؤلاء اختاروا الحصول على المعلومات بأنفسهم. جندي هولندي سابق يطلق على نفسه اسم هابس نشر رسالة أطلقتها إحدى طائرات التحالف تحذر فيها الطائرات الليبية من التحليق في الأجواء. ومنذ بدء التدخل العسكري، هذا المدون ينشر معلومات مفصلة على تويتر، معلومات تحدث باستمرار ويتابعها أكثر من 10,000 مستخدم. مدون آخر يرصد من جهته موجات البث التي تستخدمها الطائرات، وهو استطاع جمع معلومات حول 3 طائرات حربية استطاعت مهاجمة أنظمة الدفاع الجوي الليبي. موقع فلايت رادار 24 يرصد من جهته مسار العديد من طائرات التحالف، وعلى مدونته الطيار السابق ديفيد سنسيوتي يفك رموز العديد من الرسائل العسكرية وينشر ملاحظاته حول العمليات الجارية. الشبكة تتحرك من أجل محمد رضوان، المهندس والمدون الأمريكي ذو الأصول المصرية، كان يعمل في دمشق حين أوقفته السلطات السورية. المدون متهم بالتجسس، وقد ظهر على شاشات التلفزة نهار السبت واعترف بأنه باع لوسيلة إعلام كولومبية صوراً تظهر الاضطرابات الأخيرة في سوريا. آخر رسالة نشرها على تويتر نهار الجمعة وصف فيها الوضع في أحد مساجد العاصمة، حيث تجمع مواطنون مناهضون للنظام بشار الأسد. عائلة رضوان تؤكد أنه أجبر على تقديم اعتراف متلفز لتدعيم نظرية المؤامرة الخارجية التي تهدف لزعزعة الاستقرار في سوريا. قريبته نورا شلبي تقول إن المدون كان على اتصال بإذاعة كولومبية، لذا لم يكن بحاجة لتزويدها بالصور. فرد آخر من العائلة وهو طارق شلبي أسس صفحة على فيسبوك للدعوة لتحريره. العديد من نشطاء الويب المصريين كالصحفي حسام الحملاوي تحركوا دعماً للمدون الذي كان ناشطاً جداً خلال الثورة المصرية. ناصر ودادي يعتبر من جهته أن توقيف مدون نافذ كمحمد رضوان يعتبر خطأً استراتيجياً من قبل الحكومة السورية. متابعة مباشرة لكل المظاهرات في العالم، هذا الأمر بات ممكناً بفضل موقع World at Protest. يكفي النقر على أي بلد لقراءة كل المقالات المتعلقة بآخر الأحداث والتي تزود بها وسائل إعلام الشبكة. رواد النت بإمكانهم أيضاً الاطلاع على التحركات السابقة بنقرة واحدة أيضاً. القرد الهندي الكسول أصبح ضحية لشعبيته على النت، فالأشرطة المصورة المنتشرة على الشبكة والتي تظهر هذا الحيوان الذي يعيش في غابات جنوب شرق آسيا دفعت بالكثيرين لاقتنائه كحيوان أليف، ظاهرة بدأت تقلق العديد من الجمعيات. فالقرد الهندي مهدد بالانقراض وهو على قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. استعراض عناوين 80 فيلماً خلال دقيقتين، هذا أمر ممكن. في هذا الشريط تقدم كل شخصية تمثيلية اسم الفيلم الذي شاركت فيه. عملية إخراج مدهشة ستنال من دون شك إعجاب محبي الأفلام السينمائية. Start for 10. Step brother. The man who shot Liberty Valance.